إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته، واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، واعلموا أنكم محاسبون، وعن أعمالكم مجزيون، وبين يدي الله واقفون، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، قد قيل إن الشكر حارس النعم، وقد قيل الشكر قيد الموجود، الشكر قيد الموجود وصيد المفقود. والأبلغ من هذا قوله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر لله يا عباد الله عبادة جليلة وعبادة عظيمة، يجب على كل مسلم أن يؤديها كما أمر الله سبحانه وتعالى، يؤديها بقلبه، يؤديها بقلبه اعتقادا، وبلسانه اعترافا، وبجوارحه عملا واحتسابا. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وأمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فقال له: أعبد الله وكن من الشاكرين. فيجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا على ما أنعم علينا من نعمه الكثيرة التي لا يحصيها العاد عدا. ألا وإن من أعظم المنن وأعظم الآلاء التي أنعم الله عز وجل بها علينا أن من علينا بالأمن والأمان والإطمئنان في الأوطان والعيش بكل أمان. فهذا والله يا عباد الله من أعظم النعم وأكبر الآلاء التي يجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. فبالأمن والأمان والاستقرار بالأوطان تقوم الأرزاق وتقوم العبادات. وانظروا رعاكم الله في دعوة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كما جاء في كتاب الله عز وجل أنه دعا بالأمن قبل الرزق، ودعا بالأمن قبل التوحيد، وذلك لأن الأمن سبب لإقامة الأرزاق وسبب لظهور التوحيد. قال سبحانه وتعالى عن إبراهيم الخليل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ففي هذه الآية قدم إبراهيم الخليل الدعاء بالأمن على تحصيل الرزق. وفي سورة إبراهيم قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فقدم الأمن على القيام بالتوحيد، وليس هذا لأن الأمن أهم من التوحيد، بل التوحيد هو أهم المهمات وأعظم الواجبات التي يجب على المرء أن يقوم بها، ولكن لأن التوحيد لا يكون له ظهور ولا بيان إلا بوجود الأمن والإطمئنان. عباد الله، إننا في هذه البلاد المباركة لنعيش وافرًا من النعم
التي يجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، فهذه النعم لا يعرف قدرها إلا من فقدها. إننا في عيش لو عُرِض على السابقين لم يُصدِّقوه، فاشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى عليها. وعلينا أن نتذكر ماذا كانت هذه البلاد قبل أن تأتينا هذه الأرزاق. كان الناس في تشتُّت، وكانوا في عوزٍ وفقرٍ شديد. قال سبحانه وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليلٌ مُستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطَّفكم الناس فآواكم وأيَّدَكم بنصرِه ورزقَكم من الطيِّبات لعلَّكم تشكُرون. عباد الله، إن شكر الله عز وجل عبادةٌ عظيمة. وعد الله الشاكرين، وعد الله الشاكرين بالجزاء من غير تحديد، وبالزيادة من غير تقييد. وهذا من أعظم الوعود في كتاب الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: وسيجزي الله الشاكرين. وقال سبحانه: وسنجزي الشاكرين. وقال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. عباد الله، من تأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وما كانوا عليه من ضيق في العيش، وما نزلت عليهم من الآيات وما وردت من الأحاديث، ليعلم أننا في غفلة عن شكر الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أكلوا الشعير وافترشوا الحصير، ونزلت عليهم: لتسألن يومئذ عن النعيم. فما عسانا أن نقول وقد فتحت علينا الأرزاق من مآكل ومشارب ومراكب ومساكن، فهل نحن لله شاكرون؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمناً في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها، أي كأنما جمعت له الدنيا بكل ما فيها من أملاك وأرزاق. فانظروا إلى هذا الحديث، وانظروا إلى أحوالكم. يقول صلى الله عليه وسلم: عنده قوت يومه، ونحن عندنا أقوات أيام وأسابيع، بل أقوات أشهر، ولله الحمد والمنة. فاشكروا نعمة الله عليكم يا عباد الله، فإن الشكر حارس النعم، والشكر قيد الموجود وجالب للمفقود. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فقد قيل: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. وفي الأثر المأثور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وتناقله أهل السنة بلفظه ومعناه وبشرحه وبيانه، ما جاء عنه رضي الله عنه أنه قال: لا إسلام بلا جماعة، ولا جماعة بلا إمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. وقد تكاثرت النصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأكيد هذا الأصل العظيم، وهو السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا في غير معصية الله عز وجل. فمن خالف هذا الأصل العظيم فقد خالف الدليل وضل السبيل. نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، إن بالسمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله هو أمان لهذه النعم. نعم يا عباد الله، بالسمع والطاعة تؤمن السبل، وتحفظ الحقوق، وتحقن الدماء، وتحفظ الأعراض، وتقام الجمع والجماعات، وتظهر الشرائع. فبالسمع والطاعة
تظهر هذه المصالح وتنتفي ضدها من المفاسد. وقد جاءت السنة بالأحاديث الكثيرة في الحث على السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، في العسر واليسر، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول الحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. فكانت بيعة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه البيعة لكل من ولاه الله عز وجل أمر المسلمين على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، بل حتى إذا جاءت الأثرة فعلينا بالصبر والسمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل. فيا أيها المؤمنون، أطيعوا ربكم واسمعوا وأطيعوا لولاة أمركم، واشكروا نعمة ربكم تحسن في الدنيا حالكم وفي الآخرة عاقبتكم. واعلموا عباد الله أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وآمنا في دورنا، اللهم وآمنا في دورنا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه وتذكره به يا رب العالمين. اللهم واصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ول على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم يا رب العالمين. اللهم وكل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.